يعتبر التأجير التمويلي أداة هامة في دعم اقتصاديات الأسواق المتقدمة والناشئة، ومن أفضل ما توصلت له الصناعة الاقتصادية والمالية كأداة تمويلية لها طبيعة متميزة، حيث أنها تركز على تحقيق الربحية باستخدام الأصول وليس تملكها. ومفهوم التأجير التمويلي هو اتفاق بين طرفي العقد يخول المستأجر حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر خلال فترة زمنية معينة مقابل قيمة إيجارية يتم الاتفاق عليها، ويكون للمستأجر حق امتلاك الأصل في حال تم الاتفاق على ذلك بين طرفي العقد. والأصول بكافة أشكالها من الممكن أن تمول من خلال منتجات التأجير التمويلي. ويتميز التأجير التمويلي بأنه أحد المصادر غير التقليدية للتمويل الاستثماري متوسط وطويل الأجل، إضافة إلى تخصيصه للموارد المالية وتوجيهها إلى الاستثمارات الإنتاجية وتمويل أفكار جديدة للابتكار والإبداع. يعد التأجير التمويلي رافد أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية ومساهم فاعل في دفع معدلات نمو الاقتصاد وخلق فرص وظيفية نتيجة للتوسع في طرح شركات جديدة.